السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام، اهلا ومرحبا بكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ان شاء الله النهاردة رب العالمين هنتكلم عن درس جديد من سلسلة دروس PHP from scratch. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا اسمها الIdentifiers. هندخل بس على الاكزامبل بتاعنا، نستارت الاباتشي ونستارت المايسيكل وبعد كده نروح على البيزكس PHP الموجودة في بروجكت PHP from scratch. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الايدنتيفايرز. الايدنتيفايرز ايه؟ الايدنتيفايرز ده مصطلح عام بيطلق، ممكن نطلقه على الايه، على الفانكشن، نطلقه على المتغيرات، على الفاريبلز، نطلقه على الاوبجكت، نطلقه على الحاجات دي كلها، الايدنتيفايرز بتاعتك اللي هي المسمى بتاعك او المعرف بتاعك لبعض الشروط في البي اتش بي، احنا هنتكلم عنها تفصيليا دلوقتي وهتبقى معانا في كل الدروس بقى بعد كده، هتبقى معانا في المتغيرات. اما اجي اقول لك انا عاوز اعرف مثلا متغير، لازم تتبع الشروط اللي احنا هنستخدمها في المتغير، خلاص، وهتكون هي نفس الشروط الموجوده في الفانكشن، هتكون هي نفس الشروط الموجوده ما بتعرف ايدنتيفاير للاوبجكت، هتكون هي نفس الشروط الموجوده ما بتعرف ايدنتيفاير لفاريبل. جميل جدا جدا. طيب عندنا الشروط هي ان الايدنتيفاير بتاعك بيتكون من الاتي، بيتكون من عندك من بعض الكاركتر، الرموز بتتكون من عندك من بعض الرموز، بيتكون من عندك من بعض النصوص string، بيتكون من بعض الايه، الارقام integer. تمام، دي الشروط بتاعتك. يعني على سبيل المثال اما اجي اعرف متغير اسمه ايه، اسمه احمد، اقدر اعرفه احمد كالتالي، كده انا عرفت متغير من ايه، من صوص. اقدر في نفس الوقت يكون المتغير بتاعي بيتكون من نصوص وحروف، يعني مثلا احمد 1 كده. جميل. في نفس الوقت اقدر في نفس الوقت يكون المتغير بتاعي بيتكون من حروف وكاركتر زي مثلا احمد اندرسكور. جميل جدا جدا جدا. طيب يبقى احنا عندنا كده ايه، ان المتغير بتاعي لازم يكون كاركتر، لازم الايدنتيفاير بتاعي لازم يكون كاركتر، لازم يكون string، لازم يكون integer، لازم يكون ايه، integer، حاجة من التلاتة دول. في نفس الوقت بيقول لك المتغيرات بتاعتك دي case sensitive. يعني ايه case sensitive؟ يعني حساسة لحالة الاحرف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني على سبيل المثال عندي متغير اسمه احمد، ده غير المتخيل خالص اللي اسمه ايه، احمد كابيتال بنفس الطريقه اللي بيبدأ بحرف كابيتال. يعني ده غير ده خالص، ده ليه قيمة وده ليه قيمة ايه تانية خالص. في حاجة تانية بيقول لك انك انت تقدر تعرف ايدنتيفاير، تقدر تعرف ايدنتيفاير لاي لينس انت عاوزه، وده شيء جميل جدا 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 ومفيد. مفيد ليه؟ لان حضرتك ممكن بدل ما الناس اللي بتكتب المتغير اللي اسمه 1 والمتغير اللي اسمه 2 والمتغير اللي اسمه 3، حضرتك لا تقدر تكتب متغير او تقدر تتعرف ايدنتيفاير بايه، بماتش او بيتطابق مع الوظيفه اللي انت عاملها له مثلا من اجله. مثلا انت عاوز متغير اسمه فاليديت اوف ذيس فانكشن، فممكن تعمل متغير كبير جدا، validate of ايه، of this function. وجرى العرف عاده يعني ان لما يكون عندك المتغير او الايدنتيفاير بيتكون من اكتر من كلمه بتفصل ما بينهم، بيبدا بحرف سمول، الكلمه الاولى بحرف سمول وبعد كده كل الكلمات اللي بعدها بتبدا بايه، بحرف ايه، كابيتال. زي مثلا ما انا كاتب كده المتغير بالشكل ده، متغير validate of ايه، of function. يبقى خلاص اتفقنا ان الشروط بتاعتنا ان المتغير يتكون من كاركتر، يتكون من string، يتكون من integer، وفي نفس الوقت بنراعي ان المتغير ده case sensitive، قصدي الايدنتيفاير ده case sensitive. case ايه؟ sensitive، يعني الايدنتيفاير اللي انا عامله للفاريبل المتغير احمد اللي بيبدأ بحرف سمول غير المتغير احمد اللي بيبدأ بايه، بحرف ايه، كابيتال. الفانكشن اللي انا بسميها باحمد بحرف سمول غير الفانكشن اللي بسميها باحمد بحرف كابيتال. الاوبجكت اللي انا بعمل لها ايدنتيفاير باسم بيبدأ بحرف سمول غير اللي انا بسميه بايه، بحرف ايه، كابيتال. الاثنين مختلفين تمام. قال لك برضو لازم تراعي حاجه، قال لك لو هتبدأ الايدنتيفاير بتاعك بكاركتر يبقى لازم يكون ايه، لازم يبدأ باندرسكول. يعني ممكن تقول له كده احمد، كده هيقول لك ايه، ماتش، ده ايدنتيفاير مقبول، انت كده معرف ايدنتيفاير المتغير بتاعك ايه، مقبول. جميل جدا. ممكن تيجي تقول له ايه،
underscore 1 2 3 واحد اتنين كده هيقول لك ده مقبول. قال لك برضو لازم تتجنب حاجة، لكن لو حطيت له اي كاركتر تانية هيقول لك ايه، هيقول لك ايرور. يبقى خلاص، يبقى من الشروط بتاعتنا اللي ايه، اللي عشان ابدأ اسمه تغير، لابدأه بايه، لابدأه بسترينج، لابدأه بكاركتر. تم تيجي نجرب نبدأه كده برقم، هيجي يقول لك ايه، ايرور ايرور، ما ينفعش تبدا اسم متغير برقم، ما ينفعش تبدا اسم متغير برقم. يبقى احنا كده اتفقنا الاسم المتغير ممكن يكون مكون بنفس الوقت من اندرسكول ومن كاركتر وارقام والكلام ده كله في نفس الوقت ونص، لكن تراعي بعض الشروط اللي هو كيس سنسيتيف، ما بينفعش بيبدا ما ينفعش يبدا بارقام، ان هو ينفع يبدا باندرسكول، ينفع يبدا بكاركتر واحد فقط اللي هو اندرسكور، اللي هو في نفس الوقت ايه، اللي هو في نفس الوقت كيس سنسيتيف، اللي هو في نفس الوقت ايه، كيس سنسيتيف. وكمان حاجة مهمة جدا اللي انت تقدر تعرف اسم متغير او ايدنتيفاير بشكل عام ايه، بشكل عام كبير جدا، يعني ملوش لينس محدد. يعني ما ينفعش تقول لي ايه، ممكن تقول لي انا هو الايدنتيفاير ده بيبقى كام حرف، اقول لك لا متاح، سمي اسم المتغير بيناسب ايه، بيناسب وظيفتك او الشغلانة اللي انت ايه عامل من اجلها المتغير ده او الفانكشن ديت او الاوبجكت ده. ده كان درس مهم جدا في نظري، اللي هو ايه الايدنتيفاير ده، هيفيدنا في كل ايه الدروس الجايه في الفاريبل ان شاء الله، في الاوبجكت، في الفانكشن، الكلام ده كله اللي احنا نوصل له واحده واحده مع بعض ان شاء الله. اللي هنا انتهى الدرس بتاعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.